محتل الصدارة في هذه اللحظات بخيت بالغالب السلطان المنصوري من يقدم لنا انطلاقة شاهين وتحدياته على أول المراكز وعلى أول التحديات في هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل هذا الانطلاق الكبير المركز الثاني الحضور في هذه اللحظات من الحذر الحذر يا الحذر عوض بالصغير بن عنودة العامري حاضرا في هذه اللحظات وواصلا بهذا الانطلاق الكبير والمثير مع المركز الثاني المركز الثالث الحاضر في هذه اللحظات والمتواجد أتابع انطلاقة هذا الشعار وتحدياته أتابع حضوره بالفعل المميز هنا منذر سهيل سيف بن سهيل بن خيرات العامري والمركز الرابع من يأتي في هذه اللحظات السهم سالم بن خلفان بالشاوي الغفري الحاضر في هذه اللحظات بينما المركز الخامس الحضور الممتاز والمميز في هذه اللحظات من محرض راشد بن علي بن نوصر المنصوري مع المركز الخامس المركز السادس الحاضر في هذه اللحظات والواصل مزاحم من يصل في هذه اللحظات مع مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي يحضر في هذه اللحظات ويتقدم مع المركز السادس المركز السابع سابع الأسماء هنا شاهين راشد بن محمد بن مهير المنصوري يحضر في هذه اللحظات مع سابع التحديات المركز الثامن الحضور من متعب سعيد بن علي بن مبارك بن محمد الشامسي من يأتي في هذه اللحظات والمركز التاسع في هذه اللحظات يا سلام أتابع مشاهدين الكرام الحاضر غازي سالم بن حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي واصل في هذه اللحظات من يأتي وينطلق مع تاسع الأسماء وعاشر التحديات الله الله يا الحاضر في هذه اللحظات يا حضر مهيب 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 يا مهيب جابر بن راشد بن محمد الهاجري مع مهيب الحاضر في هذه اللحظات ولكن نعود إلى مقدمة الشوط بعد انقضاء هذا النداء لهذه الأسماء الأولى المتقدمة والباحثة عن الفوز وعن الناموس الصدارة مع شاهين أحد الماركات الشاهينية الغنية على التعريف من يأتي في هذه اللحظات ويقدم لنا شاهين بخيت بن غالب سلطان المنصوري من يأتي في هذه اللحظات أتابع المركز الثاني حضر في هذا الحضور منذر لسيف بن سهيل بن خيرات العامري حاضرا في هذه اللحظات المركز الثالث الحضور من محرض راشد بن علي بن نويصر المنصوري من يأتي في هذه اللحظات المركز الرابع الحذر عوض بن صغير بن عنوده العامري يحضر في هذه اللحظات ويتقدم مع المركز الرابع المركز الخامس حضر أيضا بهذا الحضور الممتاز بهذا الحضور المميز متعب لسعيد بن علي بن مبارك بن محمد الشامسي من يأتي في هذه اللحظات أتابع أيضا القادم مع المركز السادس مزاحم مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي من يحضر في هذه اللحظات والمركز السابع القدوم في هذه اللحظات يأتي أيضا وينطلق ويندفع السهم لسالب الخلفان بالشاوي الغفلي من يأتي مع سابع التحديات وثامن التحديات
الحيات غازي سالم بن حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي لو تابع المركز ايضا الحاضر في هذه اللحظات ليحضر يحضر ناصي سويدان بن سعيد بن ضحيه العامري. يا سلام وصل في هذه اللحظات وتقدم ايضا مع شعاره مع انطلاقه شعاره وتحديات شعاره في هذه اللحظات. انضمام وصول من شاهين سالم بن علي بن الكتبي الحاضر في هذه اللحظات يقدم لنا انطلاقه شعار ويندفع في هذه اللحظات العودة إلى مقدمة الشوط إلى منذر سيف بن سهيل بن خيرات العامري، ولكن شاهين ما زال صامدا مع مقدمة الشوط مع مقدمة الأسماء ويتقدم بهذا التقدم الممتاز والكبير. هذا التقدم الخطير وشعار بن غالب ينطلق في هذه اللحظات ويقدم لنا شاهين بخيت بن غالب السلطان المنصوري. يا سلام اجتمع الاربع الاسماء الاولى، اجتمعت الاربع الشعارات الباحثين عن الفوز الباحثين عن الناموس بقيادة شاهين وبقيادة ايضا منذر القادم وايضا الحاضر في هذه اللحظات متعب سعيد بن علي بن مبارك بن محمد الشامسي. الكيلو الأخير الكيلو الخطير يا هو كيلو يا هو صراع سيبدأ مع الأربعة الأسماء الأولى أربعة شعارات باحثين عن الفوز، ولكن شاهين الماركة الشاهينية الأصيلة الغنية عن التعريف تنطلق في هذه اللحظات. ولكن متعب حضر مع المركز الثاني ليحضر في هذه اللحظات سعيد بن علي بن مبارك بن محمد الشامسي من يأتي مع المركز الثاني والحاضر في هذه اللحظات محرض راشد بن علي بن نوسر المنصوري، ولكن بن غالب بو غالب مع شاهين وايضا متعب ومحرض وشاهين شاهين ومتعب ومحرض من ياتي بهذا الاداء بن نوسر المنصوري. ما شاء الله وتبارك الله محرض في الأمتار الأخيرة بدأ يقلع ويبدع ويمتع مع راشد بن علي بن نوسر المنصوري. سلام يا المنصوري سلام. المركز الثاني وصل شاهين بخيت بن غالب السلطان المنصوري. المركز الثالث وصل مشاهدين الكرام متعب سعيد بن علي بن مبارك الشامسي. المركز الثالث منذر، الرابع منذر سيف بن سهيل بن خيرات العامري، والمركز الخامس الحذر عوض بن صغير بن عنود العامري. تانينا والناموس لمالك هذا الشعار ومالك متعب على هذا الفوز والانتصار. سعيد أم محرض بالفعل من انتزع ناموس هذا الشوط في الأمتار الأخيرة مع راشد بن علي بن وسر المنصوري. 9:14 جزئين من الثاني. تهانينا له والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان هنا شاهين لبخيت بن غالب السلطان المنصوري. 9:14 المركز الثاني 9:14.8 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث كان متعب مع سعيد بن علي بن مبارك الشامسي. قدم لنا الشعار 9:15 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان نتواصل ونجدد اللقاء من جديد. شوط الختام لهذا اليوم ومن اشواط المنتجين والانتاج شوطنا 20.